يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والسواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على معظم محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 19، الصغرى 11، اسكندريه 18، 11 مطروح 17، 10 بورسعيد 19، 10 اسماعيليه 19، 10 وجوها مائل للبروده. بالنسبه لي السويس 19، 9 العريش 18، 7 طابه 17، 9 شرم الشيخ 22، 13 الغردقه 22، 13 وجوها معتدل. بالنسبه لي الاقصر 21، 8 اسوان 21، 9 الوادي الجديد 19، 5 شلاتين 24، 14 حلايب 22، 12 وجوها معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.